والله تحتاج كثير من يعني الخدمات، الفنادق، الفنادق يعني الموصل ما بيها فندق، يعني الناس اللي تجينا من برا من بغداد من محافظات من هذا، يعني الموصل أجمل مدينة، لازم ماكو لا مأوى ولا فندق ولا أبد ولا أبد. تحتاج هاي محطة القطار العالمية، نعم، المستشفيات الرئيسية، هذه مدارسك وكرفانية، يعني كثير كثير شغلات الموصل مع الأسف هيك يصير بيها. بنى تحتية، نعم، المعامل المصانع، وين القطاع الخاص؟ وين معمل النسيج؟ وين معمل السكر؟ يعني كثير من المعامل تحتاج، يعني حتى البطالة هاي المنتشرة بالموصل خاصة من دون المحافظات 40-50% البطالة والعطالة. أولا نينوى تحتاج تغيير الفاسدين، بعد تغيير الفاسدين ممكن ساعتها نقدر نقول إنه المدينة والمعامل ممكن تعاد على ما عليه في السابق. المطلوب اليوم في محافظة نينوى أولا بناء المستشفيات، هذا جانب. الجانب الآخر اليوم بالمستشفيات إيش حيصير؟ اللي حيصير أنا أروح على المستشفى يا بريد علاج، ماكو علاج، تروح تشتري من الخارج. زين، المواطن يضغطون عليه حتى يتحول إلى المستشفيات الأهلية. المستشفيات الأهلية عندما يروح المواطن يا بالعملية أشقاد، عملية هي ما تستغرب المفروض هي بالمستشفى الحكومي، يروح على المستشفيات الأهلية، والله العملية مالك كذا مبلغ، مليون، مليونين. فالمستشفيات بالموصل أقدر أقول عليها صفر. والله محتاج المستشفيات بالدرجة الأولى، المواطن بحاجة لها. لحد الآن المستشفيات، لحد الآن ما كملت المستشفيات بنينوى. الشغلة الثانية الجسور، جسور لحد الآن من 2017 لحد الآن بس عندنا الجسر القديم والجسر الحرير لحد الآن كملن، البقية هذاك سائد واحد انفتح من عنده. تبقى الشغلة الأخرى المعامل، معمل السمت لحد الآن، لحد الآن من التحرير لحد الآن على وضعيته، لحد الآن الموظف يروح على المعمل يقعد بالقاع، ماكو يعني ماكو أي شيء بيه. معمل السكر، معمل النسيج، صار لنا تقريبا سنة ونص بنينة بس متجهين للشوارع والمجاري، يعني غير شغلات ما تجهول لها. والله الكثير كثير من المجاري والكهرباء، صح، الكهرباء محطات طبعا كهرباء بالدرجة الأولى، وبعدين عندنا مجاري والشوارع تبليط والصناعات العاطلة، المعامل، نعم، كل شيء. بنى التحتية أساسات الحياة، العوامل الحياة، نعم، اللي أنت شلون تعيش، بيش تعيش.